المباشر لنؤكد لإخواننا في إيطاليا وخارج إيطاليا، في المغرب، في تونس، في الجزائر، في مصر، في الأردن، في باكستان، في كل مكان، أنه ليس صحيحا بأن جثث المسلمين تحرق الذين يصابون بفيروس كورونا. هذا غير صحيح. نحن الآن في المقبرة جهزناه ولم نفرط فيه، كما لم يفرط إخواننا في المدن الأخرى المختلفة في موتاهم، جهزوهم ودفنوهم على ما ينبغي وما يجب بإذن الله تبارك وتعالى. فاطمئنوا، اطمئنوا، لا صحة لأنه يلزم المسلمون بحرق جثثهم، ليس صحيحا. حرق الجثث هنا في أوروبا معروف من زمان، لمن يوصي من غير المسلمين يوصوا بعضهم بحرق جثته، أما نحن المسلمين فلا نعرف هذا، والقانون لا يلزم أحدا والحمد لله. فأرجو أن تكون هذه الرسالة واضحة وأن تصل للجميع، لا خوف لا هلع، ولا تصدقوا هذه الإشاعة، جزاكم الله خير. لا تنسوا الدعاء لأستاذنا الدكتور ولكل موتانا أبدا، إذا منعتنا الظروف فلن نتخلى عن الدعاء لهم، سنستمر في الدعاء لهم بإذن الله، أن يرحمهم الله وأن يغفر لهم وأن يجبر مصاب أهليهم وأحبابهم. آخر رسالة ولا أطل عليكم إخواني وأخواتي، لا تخافوا من الموت، الموت حق، سيأتي بكورونا أو بغيرها، لا ينبغي أن تصابوا بالفزع، يعني الدكتور جاء أجلهم، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والأسباب تختلف فقط، فلا تخافوا ولا تحزنوا، وثقوا بربكم تبارك وتعالى، وقووا علاقتكم به، واستمروا بالدعاء والصلاة والتضرع له أن يرفع الله البلاء عن هذه البلاد، عن إيطاليا وعن كل الدنيا إن شاء الله. الآن نصلي عليه بإذن الله تبارك وتعالى، 4 تكبيرات كما تعلمون، بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة دعاء قصير دعوة المسلمين ثم السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رسالة أخرى للمتابعين، نحن نصلي بهذه المسافات لأننا قانونا مجبرون بهذا، وهذا العدد أو المساحة التي سمح بها ولا نستطيع تجاوز ذلك. هذا خاصة لمن يتابع من خارج إيطاليا، من في إيطاليا يعرفون هذا، من يتابع من خارج إيطاليا لا بد من مسافة بهذا، وإلا يعني فالقانون يحظر ويمنع بشدة هذا الشيء. والحمد لله أن صلى عليه عدد كما صلوا على من قبله، وأيضا من أراد أن يصلي عليه صلاة الغائب فليصلي، سواء من أهلنا في الأردن أو الجالية المسلمة هنا في إيطاليا. هو وقبله دفن أخ تونسي أيضا بنفس السبب، وقبل أيام دفن 3 ذكرناهم، أخونا الحاج ماهر مرعي، وأخونا العبوس عباس رحمة الله عليه، وأخت من مقدونيا أيضا، دعونا لهم ونصلي عليهم صلاة الغائب أجمعين، كلهم رحمة الله عليهم أجمعين. بارك الله. Allah.